الحب أعلى مقامات الهداية. الحب أسمى مقامات الهداية. في ناس لو قطعناها إربا ما ازدادوا فينا إلا محبة، وناس لو سقيناهم العسل المصفى ما ازدادوا فينا إلا بغضة. فالحب اسم برضه، نصيب برضه، اجتبائيات، هدايات. الحبيب المصطفى على باب أبي، يا سلام لما يتحول العبد بعد الطلب إلى مطلوب، يا سلام لما يتحول السائر إلى واصل، يا سلام لما يكون حبل الوصل بالله سيدنا محمد. إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. شوف العبد لما يرتقي في المحبة، شوف العبد لما يبقى موصول بالنبي، شوف العبد لما يبقى ليه كرامة القرآن، شوف العبد لما ربنا يمنحه الاستقامة. ماذا لو كنت أنت أبي وهذه الليلة زائرك المصطفى؟ على أي وضع كان سيراك؟ كان إليك نايم وسبب قيام الليل، ولا هائم بالفيسبوك والتلفزيون، ولا الله أعلم كان يجي إليك على معصية وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم تفتح له الأبواب، يطرق باب أبي فيقول أبي من بالباب، وإذ بباب أبي الليلة خير من وطأ الثرى وعلى فوق الثريا. رجل عاش ليلة في جنة ترتيل لسان قراءتها محمد، رجل عجلت له كرامة الآخرة، عجلت له الدنيا، جاي له لحد باب البيت. عشان كده كانوا مشايخنا يقولوا يا ابني الكرامة من هنا، والجنة من هنا، والبشرة من هنا، وجاهد تشاهد، وجاهد تشاهد. هي خمرة لا يذقها مقيد إلا فتى قد زج في الإطلاق، إنما اللي رابط نفسه في قيود الشهوات ومغلغل نفسه في الملذات ولسه الارتباطات بالدنيا متلفت لا يصل. الليلة بيخبط سيدنا أبي وبيخبط سيدنا النبي على باب أبي، وأبي سيفتح الباب. من بالباب؟ الحبيب المصطفى على باب أبي. يا سلام لما يتحول العبد بعد الطلب إلى مطلوب، يا سلام لما يتحول السائر إلى واصل، يا سلام لما يكون حبل الوصل بالله سيدنا محمد. سيدنا محمد مش بس جاي على بابه فحسب، إنما الليلة جاء أبيا ببشرى سماوية علوية بأمر من الله. خبط على الباب ويقول له ها، إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. فسيدنا أبي قال يا رسول الله، أو قال أبي؟ يعني فوق في السماء جاب سيرتي أنا، الوحي نزل قال لك اسمي، أو ذكرت عنده، أو أنا قال اسمي، يعني بالبلد كده قال لك أبي. أنت متأكد يا رسول الله؟ قال أبي؟ قال بلى. كانت كل فرحة سيدنا أبي مش إنه يقرأ ولا ما يقراش، إن الليلة سيدنا النبي جاي يقول له على مبروك يا أبي، أنت بقيت مطلوب، أنت تحولت من ذاكر لمذكور، وذكرت فيما بيني وبين الله. ها؟ كان ممكن يجي سيدنا أبي يجي له الحكاية دي في المنام. شوف العبد لما يرتقي في المحبة، شوف العبد لما يبقى موصول بالنبي، شوف العبد لما يبقى ليه كرامة القرآن، شوف العبد لما ربنا يمنحه الاستقامة. ممكن يحصل كده معاك؟ ما قالش وقفت لحد كده، قال له أو ذكرت عنده، أو ذكرت هناك. بالله عليك هذه اللذة كيف بات من بعدها أبي؟ لما يعني بس لو سيدنا، لو واحد جاي من عند المدينة وقال لك اسكت هناك كنت بزور سيدنا النبي وسلمت لك على الرسول، تلاقي عيونك بكت،
المحبين يفهموا الكلام ده. أنا مجاحدين والله العظيم لو راح لغاية هناك يقول لك رحت عند النبي وكنت حريص أصلي في المسجد ما زورش عشان ما لا تشد الرحال للمسجد النبوي. لا لا ماشي. سيدنا الإمام علي قال لك في ناس لو قطعناها إربا ما ازدادوا فينا إلا محبة، وناس لو سقيناهم العسل المصفى ما ازدادوا فينا إلا بغضة وكرها. فالحب اسم برضه، نصيب برضه، اجتبائيات، هدايات. الحب أعلى مقامات الهداية، الحب أسمى مقامات الهداية. فكم من طالب وليس مطلوب،